السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقاء قناتي انا وحياتي. وقدم لكم في هذا الفيديو اسعار الدولار والعملات اليوم الاحد 14/7/2024. فضلا وليس امر اتمنى تشوفوني وتنوروني اخواتي باشتراك ولايك اسعار صرف الدولار والعملات اليوم باذن الله. سجل الدينار الاردني اليوم في السوق السوداء 66 جنيه و91 قرش. سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 125 جنيه 68 قرش. سعر الريال القطري اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 99 قرش. سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 123 جنيه 37 قرش. سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء 60 جنيه 68 قرش. سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء 154 جنيه 32 قرش. سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 90 قرش. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 51 جنيه 27 قرش. سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 12 جنيه 63 قرش، والبيع سجل 12 جنيه 76 قرش. سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر الشراء سجل 49 جنيه 80 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 38 قرش. بشكر حضرتك.